اطلع بينا على المستشفى بالاسر. لا لا يا باشا مفيش داعي، ده جرح سطحي. انت مش قلت لنا يا باشا مفيش قتل؟ هما اللي حطونا في الموقف ده، ما كانش في حل غير كده، يا اما احنا نموت يا اما هما يموتوا. همي في تسعنا خشل لبعم عشني يا شاول، وناجي عطله ما فرق معاه، اخذ الفلوس وفرقته وراحوا على المطار. شي ليك ناجي عطله لعزازيل، انا حتى مش قادر اسمع اسمه. الله يخرب بيته، كلفنا كتير ناجي عطله يا شاول، كلفنا كتير. فاتورته كبرت كتير، 200 مليون دولار سرقهم من بنك لأمي، ومشي مثل الباشا ولا هم شي هو وجماعته. دمر مبنى المخابرات يلي كنا نحنا من صلحه، خلانا نفك أسر 500 معتقل عنا في إسرائيل. قال إيش؟ منشان نرجع الأسرة بتوعنا. إيش هالحكي هاد؟ أسر هو 8 أي كلام مشان يتهمونا نحنا فيهم ويحملونا مسؤوليتهم. هذا غير الخمسة يلي ماتوا ببغداد والأربعة يلي دهدشوا بسوريا. يا ريته كان وطني، يا ريته كان مع المقاومة، يا ريته كان مع الفدائيين ولا من المخابرات المصرية. أنا بدي أفهم، بدي أفهم إشي، هي الفلوس لهالدرجة بتحرض الواحد وبتعمله عبقري؟ وهسا إيش هنعمل لدون مناخين؟ يعني القضية هتسكر هون؟ تخافش يا شاول، تخافش، مفيش يهودي ممكن يترك حقه يغيب، وانت يهودي وبتعرف هذا الاشي منيح، والامريكان وعملائنا التانيين ايش بيساووا بمطار بغداد لك. مش عارف ايه اللي اخرها لغايه دلوقتي، لكون جرى لها حاجه. كان المفروض ما سيبهاش تنزل لوحديها. وانت ازاي يا باشا تدي الباسبورتات بتاعتنا لواحده ما تعرفهاش غير من يومين؟ تقصد ايه يا ابراهيم؟ اقصد اللي اقصده بقى. عيب يا ابراهيم، اتكلم كويس وخليك محترم. هو ايه العيب يا باشا؟ انا مش عارف انت مديها الامان قوي كده ليه؟ اقطع دراعي من هنا، ادمكات جاسوسه ومدسوسه علينا. اسكت يا ابراهيم. يا باشا اسمع بس مني، دي زمانها دلوقتي مبلغ علينا وبتقبض الثمن. بقول لك اسكت يا ابراهيم. مش هتيجي، والله العظيم ما هتيجي. طب تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكاننا في سوريا؟ تقدر تقول لي هم عرفوا ازاي مكان مكتب ابو القاسم؟ احنا نفسنا ما كناش عارفين ان احنا هنروح هناك. يا باشا دي بتبلغ عننا، دي جاسوسه. اسكت يا ابراهيم بقول لك اسكت. ايوه عشان كده، عشان كده يا كبير هي ما خلتش حد من عند ابو القاسم يوصلها. ما هي واخده الطريق ياسر وعارفاها. الولايه دي من ساعه ما هبقت علينا وانا شاكك فيها. وانا كمان شاكك فيها من الاول، دي جاسوسه، والله جاسوسه. اسكت يا ابراهيم. ناجي راح فين؟ ناجي كنت فين يا كاميليا؟ انا اسفه يا ناجي، انا عارفه ان انا قلقتكم عليا، بس والله ما هو ذنبي. الاخ باسبوره كان منتهي، اضطريت اروح للسفاره المصريه علشان اعمل وثيقه سفر جديده. لولا علاقتي القوية مع السفير والله ما كانوا هيعرفوا يطلعوا له باسبور ولا يعملوا له أي حاجة ويسافر معانا. اتفضل. ورحمة أبوي، أنا لسه بقول لهم إن مدام كاميليا دي مفيش زيها، أصل حصل شوية كلام ولغط كده بس أنا وقفت له. وطى على إيدي مدام كاميليا بوسها. إيه؟ أصلها بتفكرني بخالتي الله يرحمها. لا حول ولا قوة إلا بالله.